اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. في حلقه سابقه قديما عملتها على اهميه التنفس من الانف بدلا من الفم واضرار التنفس من الفم، وصلني سؤال على طريقه تنفس ويم هوف. اولا يا جماعه، التنفس عمليه طبيعيه حيويه بتحدث بطريقه طبيعيه بدون جهد او تفكير او انقطاع خطير، عن طريق انك انت بتستنشق الهواء عن طريق الفم او الانف. الهواء بيروح للرئتين نتيجه تقلص العضلات، بعد كده بتعمل عمليه زفير نتيجه لاسترخاء العضلات. عضلات ايه المستخدمه في عملية التنفس؟ عضلات الحجاب الحاجز، عضلات البطن، عضلات ما بين الضلوع، وعضلات الرقبة، وعضلات منطقة الترقوة. في الحلقة دي يا جماعة هنعرف ايه هي طريقة تنفس ويم هوف، ومين هو ويم هوف، ايه الانجازات اللي عملها، وازاي تعمل طريقة ويم هوف بالظبط. وكمان يا جماعة هنعرف ليه الراجل ده تعرض لانتقادات في الطريقة بتاعته، وهنعرف هل هو صح ولا غلط. كل ده هنعرفه والحقائق كلها هنعرفها في الحلقة دي، ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفصل، اهلا بيكم مرة تانية في قناة صحة وتخسيس. دكتور، ايه هي طريقة تنفس ويم هوف؟ اول حاجة نعرف مين ويم هوف. ده راجل هولندي اتولد في 20/4/1959 بمدينة ستيارد لمبر. عنده 5 أولاد يا جماعة، عنده 6 أولاد أخوات وعنده 2 بنات. بيعتبر سباح ورياضي ومجازف، بيتكلم اللغة الهولندية والإنجليزية. الإنجازات بتاعته إن سنة 2007 تسلق قمة إيفرست بطول 6.7 كيلومتر، لكنه ما وصلش القمة نتيجة إصابة قدمه. سنة 2008 يا جماعة سجل رقمين قياسيين بأطول حمام تلج، قعد جوه التلج ساعة و13 دقيقة و48 ثانية، لذلك بيلقبوه برجل التلج لقدراته الهائلة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة. سنة 2009 وصل قمة جبل كليمنجارو، وبيقال ان رحلة الصعود دي مع تلاميذه انتهت بإخلاءهم جميعا نتيجة تدهور صحتهم بسبب البرد الشديد وتأثير المرتفعات. كمان يا جماعة قطع مسافة حوالي 42 كيلو متر في القطب الشمالي بفنلندا تحت درجة حرارة -20. كان ماشي حافي يا جماعة، مش لابس اي حاجة في رجليه، وبس سروال داخلي فقط، خلال 5 ساعات و25 دقيقة. سنة 2010 تم غمره بالتلج يا جماعة في مدينة طوكيو باليابان، قعد ساعة و44 دقيقة. سنة 2011 اتحمل الجليد والتلج مرتين في مدينة انزل ومدينة نيويورك، قعد ساعة و52 دقيقة و42 ثانية. ركض في صحراء كالهاري بناميبيا بدون شرب الماء. طب يا جماعة كيفية عمل التنفس بطريقة ويم هوف؟ أول حاجة بتتكون من 4 خطوات. أول خطوة يا جماعة هتاخد نفس بشكل متتابع لمدة 30 مرة بدون ما توقف، بعد كده تعمل الزفير، بعد كده تقطع النفس لمدة 2 دقيقة، لأن ساعتها تبقى أنت واخد أكسجين كفاية ما يكونش فيه أي حاجة للتنفس. بعد كده هتاخد نفس واحد عميق جدا وهتحبسه لمدة 10 ثواني، ودي تعتبر الخطوة 1 و2 و3، يعتبروا دورة أولى. بعد كده الدورة الأولى دي تعمل اغتسال بمية باردة، المية دي ممكن يصل درجة حرارتها 15 أو حتى 5، أو ممكن تقعد في تلج لدرجة التجمد. طب إيه هي أفضل النصائح خلال عمل طريقة تنفس ويم هوف؟ أول حاجة لازم تقوم بيها وانت قاعد متربع أو نايم بجسمك يا جماعة على الأرض، يعني ما ينفعش تعملها وانت واقف. بيتم عملها في الصباح الباكر أول ما تصحى من النوم، قبل تناول الطعام أو قبل النوم. ممكن تقوم بيها في أي مكان آمن، لكن ما يكونش بجانب عربيات أو وانت سايق السيارة تعمل الطريقة دي. كمان يا جماعة يجب القيام ب4 دورات متتالية كل يوم، الدورات اللي احنا قلنا عليها بتاعة التنفس. كمان لازم تقعد تراقب إحساس الجسم بالوعي، يعني تشعر بنبض القلب، الشعور بالاسترخاء اللي هيمتلكك من
اطراف اصابع القدم وصولا للرقبه واعلى الراس، كمان اشعر بتدفق الدم جوه العروق، لان المراقبه دي وانت بتعمل التمارين بتاعه ويم هوف بتزيد من فعاليه التنفس والفوائد الصحيه بتاعته للجسم. طب يا جماعه، هل من اساس علمي للطريقه دي؟ اول حاجه يا جماعه، اثناء التنفس المفروض ان احنا بناخد كميه قليله جدا من الهواء بتلتصق مباشره اسفل الحلق، وبالتالي لما نيجي ناخد طاقه، الطاقه دي اللي هتجينا قليله، وده بيديني مشاكل كتيره في الجسم بالتاثير على مستويات النشاط والطاقة والقدرة على إتمام الأعمال اليومية، وكمان بيأثر على الحالة النفسية والمزاج. خلي بالكوا إن مستوى الأكسجين اللي المفروض بيدخل الجسم بيأثر على الصحة أو الجودة بتاعة التنفس بتاعنا. يعني من الآخر، لما أزود الأكسجين اللي إحنا بنستنشقه واحتفظ بيه في جسمي، الجسم بيصبح أكثر قوة بزيادة إطلاق الطاقة في خلايا الجسم. عشان كده يا جماعة تم تطوير تقنيات خاصة بتعتمد على الشهيق العميق والزفير الخفيف السهل. عايز اقول لكم، في شهر 11/2011 نشر هوف وتلميذه جوستن روزاليس كتاب التحول لرجل التلج، اللي وضح فيه يا جماعة ان الشخص العادي ممكن يسيطر على درجات حرارة جسمه، واكتشف ازاي تقدر تأثر ذهنيا على جسمك. طيب، ايه شعورك وانت بتعمل طريقة ويم هوف للتنفس؟ اول حاجة يا جماعة، ممكن يجيلك شعور بالدوار، واخذ في الاطراف زي شكشكة كده في الاطراف بتاعتك وتنميل. طيب يا جماعة، ايه هي الدراسات اللي تمت على طريقة ويم هوف للتنفس؟ اول حاجة تم استضافته يا جماعة في 28/1/2012 في برنامج تلفزيوني امريكي اسمه حقيقة او زي، وجلس مع اعضاء الفريق، جلس مع واحد فيهم جوه غرفة في التلج اسمه اوستن. قعد أوستن مدة 20 دقيقة، بعد كده خرج، وتم استخدام كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة جسده السطحية لقيوها 4، درجة حرارة جسمه من بره 4، والداخلية لم تتأثر كما هي، معدل ضربات القلب لم يتغير. كمان يا جماعة، قام أوتو موزيك أستاذ طب الأطفال بجامعة ولاية وين بأمريكا باختبار هوف يا جماعة تحت الرنين المغناطيسي لمعرفة ايه اللي بيحصل في مخه وهو تحت البرودة الشديدة. لقى ان بيحدث افراز للمهدئات والسيروتونين والدوبامين. طب يا جماعة، ايه هي فوائد طريقة ويم هوف للتنفس؟ اول حاجة، عشان تحصل على الفوائد لازم تجرب العلاج البارد ويكون عندك ارادة قوية. يعني مثلا تجربة دش مية بارد في الشتاء بتبقى تجربة صدمة ومنعشة جدا للجسم. اول حاجة بيعملها انه بيرفع قلوية الجسم والدم، فده حاجة بتزود لك المناعة وبتقتل البكتيريا. الحاجة دي بتقلل لك الألم، الحد عنده ألم أسنان أو ألم جرح أو خلال لما تيجي سيادتك تاخد إبرة، إحساس جديد على الجسم، عملية شحن للخلايا الجسم، تنقية وتنظيف الجسم من الخلايا السرطانية، وخلي بالكو بيعالج حالات كتيرة من الالتهابات المزمنة. كمان يا جماعة، تحسين عمليات التنفس وتقليل الصعوبات وتقليل ضغط الدم وامداد الجسم والعقل بالطاقة وتقوية الجسم. كمان يا جماعة، بيحسن عملية القلب وبيحسن الأداء الرياضي، بيقلل الاكتئاب المزمن فيزود لي جودة النوم. خلي بالكو في حالات اكتئاب اتغيرت جذريا بعد ممارسة طريقة ويم هوف للتنفس. طب يا جماعة، بالنسبة للانتقادات اللي تعرض ليها، وتعرض للانتقادات بعد وفاة 40 رجل غرقا عند ممارسة تمارين التنفس اللي قال عليها سنة 2016، ولكنه طبعا هو غير مسؤول، يعني مفيش، هو ما قالش نمارس التمارين دي واحنا جوه بركة مية او اثناء السباحة. كمان يا جماعة، تصريحه لموقع لينبورغ الهولندي قال ان التأمل وتمارين التنفس كفيلة بشفاء جميع المرضى وستجعل الأطباء والمستشفيات دون عمل. طبعا هو تصريح ضخم وكبير جدا، ولكن يا جماعة احنا بنؤيد، انا شخصيا بؤيد فكرة اي حاجة طبيعية اقدر اعملها بدون اي اثار جانبية خاصة بالكيمياء او الجراحات او الاول، ولكن بالمتابعة مع الأطباء. انا اعمل الحاجات دي بالمتابعة مع الأطباء من غير مأذي نفسي. أستاذة علم النفس التجريبي بجامعة كوينز ميري قالت إن التعرض المستمر لمؤثر ما بيعمل تغيرات عصبية في المخ
وتم اجراء دراسه على سواقين التاكسي وسواقين الباص بمدينه لندن بامريكا. لقي ان مخ سواق التاكسي في مزيد من الماده الرماديه مقارنه بسائق الباص نتيجه ان هو بيستخدم الاجزاء المتعلقه بالتنقل وايجاد الاماكن. وقالت يا جماعه ان في برضو تاثير الوهم، وان كان يا جماعه حتى انا بعترض عليها، يعني حتى لو كان تاثير الوهم قادر ان هو يشفيني من المرض ماشي، انا راضي بتاثير الوهم. يعني ما احنا يا جماعه حد عندنا في الادويه اصلا بندي احيانا اثناء الاختبارات بتاعه الادويه بندي جرعه دواء حقيقيه وجرعه لمجموعه تانية وبنوهمهم ان ده دواء، والاثنين احيانا بيخفوا. فان كان الوهم بيشفيني انا ما عنديش مشكله، افضل من ان انا اخد ادويه بتاذيني كيميائيا وصحيا في جسمي. كمان يا جماعه بتقول ان افراز المهدئات اللي بيتم افرازها ما بيدومش الا لفترات قصيره وغير مرتبط بالضروره بممارسه تمارين التنفس بل بممارسه تلك الانشطه باستمرار. وان كان انا عندي اكتئاب وانا همارس الطريقه دي علشان خاطر تفرز لي شويه هرمونات تعدل لي المود الاكتئابي بتاعي انا برضو ما عنديش ادنى مشكله، احسن ما اخد ادويه كيميائيه ادمنها وفي الاخر لما اجي ابطلها ما اعرفش ابطلها لاني انا مش عارف اطلع من اعراض الانسحاب بتاعتها. سنه 2013 يا جماعه اتعملت دراسه تم اثبات بطلان امكانيه رفع درجه حراره الجسم بالتامل عن طريق نمط تنفسي بيسمى جي تومو، نفس النمط بتاع التنفس بتاع ويم هوف. تم ادعاء يا جماعه ان الاخ التوأم لويم هوف بيتمتع بنفس القدره على مقاومه البرد، بيقولوا ان هو واخوه عندهم طبقه واضحه من الشحم الرمادي وده نوع من الشحوم اللي المفروض بتتواجد في الجسم كاستجابه للبرد وليه فعاليه كبيره جدا في الوقايه من البرد، فبالتالي بيقولوا هو واخوه عندهم دور وراثي لمقاومه البرد. كمان في ناس بتقول ان تمرين التنفس اللي بيقوم بيه ويم هوف بيقولوا ان هو عباره عن هايبر فنتيليشن او فرط التهويه، لكن يا جماعه للامانه لما تم حقن سم داخلي المنشا اللي هو اندوتوكسين من بكتيريا اسمها الايكولاي لمجموعه بتمارس تمارين هوف ومجموعه اخرى ما بتمارسهاش، لقوا ان رد الفعل المناعي افضل للتلاميذ اللي كانوا بيمارسوا تمارين تنفس ويم هوف. حقيقه الامر يا جماعه ان يجب اعتماد انتقاداتنا على المنهج العلمي في التفسير والتحليل. المنهج العلمي الموجود نفسه عندنا يا جماعه بيحتاج الكثير من التطوير قبل ان يتحول لعقيده عقيمه. خلي بالكم كمان ان هناك الكثير من المعاناه الغير ضروريه في العالم، وهي الايمان بالادويه وقله الايمان بالجسد والطبيعه. الادويه يا جماعه للاستخدام الطارئ فقط وليست للاستخدام العشوائي. انا ضد مبدا الدعايه للادويه، الدعايه الكاذبه المضلله. نحن في انتظار دعاية حقيقية للأدوية، دعاية تخاطب عقل المريض وتحط قدامه القرار الوحيد في إيده هو يستخدم الدواء ولا ما يستخدموش، دعاية تبرز مساوئ الدواء قبل إبراز المزايا بتاعته. فقط تغذية سليمة واتركوا كل العادات السيئة وانتظروا حدوث المعجزات في أجسامكم، وكن واثق من انك انت عندك القدرة انك تكون سعيد وقوي وبتمام الصحة والعافية اذا التزمت بالجملتين اللي انا قلتهم. اتمنى الناس اللي عاوزة تجرب طريقة ويم هوف تجربها بعيدا عن اي مخاطر. اتمنى رسالتي تكون من الفيديو وصلت، اتمنى صاحب الاستفسار اكون جاوبته استفسار شافي وشامل على طلبه بفيديو على طريقة ويم هوف. أتمنى أن الفيديو يعجبكم، لو عجبنا الفيديو ما ننساش ناخد لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا لكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت، ألف سلام.